هذا الحلم يمكن علي. حطوا لي بكيس وظهروا وقالوا لي عطيه بالبابا خديون. كانت تضل تبكي، صوتها بعيني تضحك وتكاغي، ما غليها كانت ريحتها بالتيابة. يا ولدي يا ولدي علي راحت مني. أنا صها أبو فراج، إما للي أبو فراج. كانت عندي هالبنت ما بها شي، إجاها شوية إسهال واستفراغ وأخذتها عند الدكتور قبل ما توفت بيوم. فحصها قال لي عندها إسهال واستفراغ، وصف لها مصل ودواء وقال لي خديها على البيت. جبتها على البيت وجينا تاني يوم الصبح لقيتها بعدها عندها الإسهال واستفراغ عم بيزيد. طلعتها على المستشفى عم تبكي وعايشة وروحها بجسمها وما بها شي. فوتوها على العناية الفايقة لجوا بالمستشفى، سكروا الباب، قالوا لنا وقف قلب البنت. بعد شوي شي ربع ساعة ظهر يعملوا لنا اشتغل قلبها. بعد شوي قلنا وقفوا دماغها. بعد شي ساعة مشوا دماغها. بعد شوي ظهروا قالوا لنا توفيت البنت. شفتها مثل ملك لعبة، مثل لعبة الباربي بالتخت، ما كانوا قالوا لي اتقرا. ظهروني لبرا وفليت على البيت ما شربت عنا شي. تاني يوم الصبح طلع عمها بده يجيبها نهار الموقف، طلع لقيها بالبراد بقى كل دماتها، فجر راسها بالبراد وبقت كل دماتها البنت بالبراد. اي ميت بيموت بحطوه بالبراد بيبق دماته وهو ميت. يمكن يكون قلبها وقف للحظات مثلا وبدها ترجع تعيش. طفله هاي بالنهايه شو بدها تحكي؟ شو بدها تصرخ وتقول لهم تعوا شيلوني؟ عم الطفلة ليا لم يقتنع بوفاة ابنة أخيه المفاجئ، فقرر الدخول إلى المكان المخصص لوضع الأموات في برادات المستشفى. فجأة المسؤول عن البرادات تحت، الشاب المسؤول عن البرادات بيمنعني فوت لجوا لداخل البراد، فقمت أنا دفشته للشاب الموجود تحت وفت على البراد دغري. مجرد ما فتحت البراد بين إنه البنت طالع الدم فاجر دماغها، طالع الدم من دينيا ومن تمها ومن مناخيرها. بعد منا بثلاث ايام بعد المشكل اللي عملته بالمستشفى بتتصل اداره مستشفى عين وزين بيدفعوا له لخيي 20,000 دولار انه خلص البنت ماتت الله يرحمها، وهي 20,000 دولار جنيه بنتك وما بدنا حدا يتدخل بهالموضوع. يمكن على غير دنتي كانوا شقينا للبنت شايلين منا شيء وبيعينا. اذا في زلمه بمستشفى عين وزين او انسان نظيف باداره مستشفى عين وزين يتفضلوا على الاعلان ينزلوا وجهون، ومش خايفين من حدا منهم. معنا عما لليا وسام بو فراج، وكمان معنا بالاستوديو، خلونا بس اعرف احتراما على علا هادي اللي بعد شوي حيكون عندها حاله ثانيه رح نحكي عنها كمان. اهلا فيكم. خليني ابدا معك استاذ وسام، من شو كانت عم تشتكي ليا بالتحديد وشو قالوا لك انه حالتها بتعتز اول ما فاتت؟ اول شيء مسيك ومسي ضيوفك. بالنسبه للمحومه ليا كان عندها اسهال واستفراغ، يعني ما كان بدها من الاساس عيني. وقبل ما طلعوها بالنهار على العناية أخذناها لعند الحكيم وفحصها وعطاها مصل وكل شيء. تاني يوم اتصلنا فيه للحكيم قلنا له زاد عندها الإسهال وها. ما كنت موجود بالبيت، أخذها خيه وطلع فيها على المستشفى عين وزين. بس وصلت على المستشفى دغري فوتوها على العناية. من بعد ما فوتوها على العناية بشي نص ساعة بتطلع الحكيمة بتقول له لخيي وقف قلب البنت فجأة. فيش 10 دقايق ربع ساعة بيطلع حكيم تاني غير الحكيمة بيقول له لا قلبها اشتغل طبيعي ما بها شيء. كل 10 دقايق ربع ساعة يطلعوا وقف قلبها وقف دماغها لا اشتغل قلب اشتغل. وانتوا عم تشوفوا هذا الحوار يعني؟ نحن مش عم يخلونا نفوت لجوا. ايه بس هذا الحوار عم بتشوفوه بيناتهم، عم تشوفوا كيف عم يحكوا مع بعض يعني؟ ايه يطلعوا يقولوا لنا لأن انه وقف قلبها شوي يطلع انه لا مش هالقلب وقف الدماغ وقف مش هالدماغ وقف القلب. اوكي. فيش شي ساعة ونص ساعتين اخر فترة طلعت قالت لنا وقف دماغها. راحت غابت لها شي 10 دقايق ورجعت الحكيمة قال اشتغل الدماغ. طب خلينا نفوت نشوفها او شيء للبنت، قال لا بالعنايه ممنوع حدا يشوفها. فاتت هي، مجرد ما فاتت 10 دقائق كمان طلعت قال البنت ماتت. طب خلينا نفوت نشوفها. نعم. قال ما في حدا هسه يفوت لجوا على العنايه يشوفها. طب برايك ليش هالمنع كان؟ انه ما دام ماتت، ما دام توفت، ليش كان ممنوع انك تفوت على العنايه؟ ليش كان ممنوع؟ هاي الجواب عندهم هن. لان البنت اكيد ما كانت باثناء ماتت. ساعة إيه اللي كانوا عم يمنعونا نفوت ما كانت البنت ميتة. إيه بس هن ليش يعني
يعني بهالحاله هي لو متوفيه ما في مشكله انك تفوت على العنايه. اي شخص بتوفى بالعنايه وبيكونوا اهله موجودين بفوت طبيعي بشوفه. ليش اشترط انه هذا خطا طبي؟ لما كان بالها فيها الحكيمه اللي كانت عم تعالجها للبنت ما كان بالها فيها. كان بالها بس فيها؟ ما كان بالها بالبنت، لا تفوت عم تحكي على الواتساب، تفوت على العنايه عم تحكي على التليفون، تطلع بتحكي على التليفون. انه 10 دقائق شو اللي عرفك انه وقف قلبها او اشتغل قلبها وانت مش عم توصل بتسكر الباب وبتطلع. نعم. عم بيحكوني بس شباب نقيب الاطباء الاستاذ انطوان بستاني لانه نقيب المستشفيات مسكر خطه استاذ سليمان هارون. نقيب الاطباء بيقول انه طالما انتم ما اشتكيتوا وما قدمتوا شكوى ما بيقدر هو يتدخل بهذا الموضوع. انتم ليه ما قدمتوا شكوى؟ ما قدمنا شكوى؟ ايه. لان كان بعد الموضوع مستلم خيي بيا للمرحومه ليا. نعم. وبعد وفاتها بفتره بسيطه بيتصل محامي المستشفى وبيعرض على خيي 30 مليون. من بعد ما كانوا عم يتصلوا بدهم 3 مليون اجار البراد، اجار البراد لنهار واحد. بعد ما اتصلوا قال بدهم 3 مليون المستشفى وبده يفتحوا دعوه. حدا بيوصل له خبر للمحامي انه اختلفت انا وياهم تحت على البراد وما كنت بدي استلمها للمرحومه ليا ساعه اللي فتحت البراد وشفت المنظر. محامي المستشفى عرض عليكم 20,000 دولار؟ 30 مليون؟ 30 مليون محامي المستشفى عرضهم علينا. مقابل؟ مقابل ما نوصل الشغله للاعلام والموضوع منتهي خلص. ليا توفت و ما راح تجيبه بس هذا لحاله كارثه. هذا لحاله كارثه. بس السؤال اللي هو ورد يعني لما قال انه انفجار بداخل البراد، انفجار دماغ داخل البراد. انفجار دماغ. انت دخلت وشفتها بالبراد؟ انا اللي شلتها من البراد. ايه انا اللي شلتها من البراد. بالريبورتاج قلت انك هجمت على البراد. اول شيء عرضوا فوت على البراد. كمان عارضوا؟ عارضوا فوت على البراد على اساس انه بياخذوا الكفن هن بكفنوها جوا وبيطلعوا لنا اياها، بيسكروا الكفن. نعم. دفشت الباب وضليتني فايت لجوا. الشخص اللي عم بيشتغل بالبرادات سالته من بعد ما شلت المرحوم لي قديش لك تشتغل هون؟ قال لي لي 15-20 سنة. قلت له مرقت عليك هالحاله قبل مره انه من بعد ما تدفنوا الواحد بالبراد بدك تشيلوه ثاني يوم بيكون عم بينزف دم؟ قال لي للصراحه ما دخلني انا بس هاي اول مره بتصير بحياتها. وحكيت كذا حكي مع طبيب يعني ليحكي اذا هذا الشيء يعني كان وارد بعد الوفاه او لا. يعني انا حكيت مع كذا حكيم وقالوا لك انه هذا الشيء ما بصير؟ من سابع المستحيلات الانسان بس يتنزل على البراد ويندفن ينزف دم. يعني برايك هن كانهم حتى اذا بتشوفي لها صورها للمرحومه ليا. نعم. من بعد ما يندفن بحطوا له قطن بيتمه للميت. طب انتم شو طالبين هلا؟ طالبين؟ ايه. شو الخطوات اللي رح تعملوها يعني؟ معاقبه الحكيم هي اهم شغله. معاقبه الحكيم؟ ايه. نحن ولا جايين لهون ولا بدنا فيديو ولا بدنا مصاري، نحن بدنا معاقبه الحكيم. اللي كانت مستلمتها للمرحوم ليا فوق. ما بدك تسكر. هي ثاني مرة نحن بنوقع بذات الشغل، أول مرة شركة نعم. الكهرباء بنت خيي كمان طارت إيدها وطاروا أصابع إجريها من 3 سنين بعد ما شفنا حدا منه. نعم. واليوم المرحوم ليا. نحن جربوا الشباب يرجعوا يحكوا مع حدا من المستشفى ليطلع معنا ويعني ويفسر هذا الشيء اللي صار، بس للأسف ما حدا طلع معنا، ما حدا حابب يطلع يحكي. طيب مش قصة ما حدا جربتوا حابب يطلع. جربتوا إنه تعرضوه على طبيب شرعي أو تفكروا بهذا الموضوع؟ لا ما جربتوا. لأن احنا شلناها من البراد بعد منا بأربع ساعات دفنا. طيب هلا مطلوب منك تاخذ إجراءات يعني مثل ما قال كمان نقيب الأطباء إنك تقدم شكوى لإله من بعدها تاخذ إجراءات الثانية على أمل إنه توصلوا لحقكم إذا المستشفى مخطئة أقل شيء إنه هذا الشيء يتم مثل ما لازم يتم. أنا بشكرك والله يرحم ليه. ميرسي ليه. وخاصة إنه أمها اليوم منهارة وما قدرت تكون معنا كان المفروض كثير تعبانة أمها المرحومة ليه. الله يصبرها. خلينا ننتقل لعلا، علا حالة ثانية كمان وكمان للأسف طبيبة ما قبل إنه يظهر معنا اليوم، خلينا نشوف قصة حرق بسيط تطور إلى حرق كبير حسب ما علا بتفسر، خلينا نشوف الروبورتاج ونرجع. حرقني فوق حرق القديم بفخادي وبطني وحرقني بأماكن حساسة أكثر. ربما تكون علا هادي ضحية جديدة من ضحايا مراكز التجميل في بلد تتآكله الأخطاء الطبية وغير الطبية. علا التي تعاني من آثار حروق في جسدها منذ عمر 3 سنوات لجأت بعد 22 سنة من المعاناة إلى طبيب متخصص بزرع الخلايا وجراحة تجميل الحروق، وكانت النتيجة قيام الدكتور باستخدام ليزر إزالة الشعر لمعالجتها، ما ضاعف الحروق وأدى إلى التهابها. رحت عند الدكتور محمد فايد. أنا كنت تاني يوم ورم كأول عملية، نفخ
صير حجمي مش طبيعي، صير الورم مطرح الحرق مش طبيعي، انه ما عم بقدر امشي، ما عم بقدر وطي. قمت انا اخر عمليه لما عملتها عنده احترقت، بلشت حس انه بحريق وجسمي يولع. قمت انه عادي عم غير ثيابي، لقيت حرق كثير كبير وهالحرق معمل وبلش ينفخ. جرب دق له احكي للحكيم ما يرد علي، دايما فجأة سافر، دايما ما قادر يرد. علا لجأت إلى برنامج للنشر لمشاركة قصتها مع الرأي العام. وآخر مرة أنا كنت عنده هني وزعبني، وأنا قلت له بيني وبينك المحاكم. رح نشوف موضوع علا. علا، أول شيء الحرق اللي كان عندك موجود من الطفولة؟ شو سببه؟ شو سببه؟ مي سخنة. أي. وقعت بقلب برميل. بأي منطقة كان؟ بفخادي وبطني. اوكي، وتطور هيدا الشيء؟ لا، اهلك اخذوك عند الحكيم اكيد. ايه، جرب اطفاء جي يعالجني، بس كنت اتوجع كثير. كيف اطفاء جي يعني؟ يقشر جلدي، كان الحرق بعده جديد. ما فهمت شو قصدتي باطفاء جي يعني؟ رجل اطفاء يعني؟ ايه ما رحتي عند حكيم بوقتها يعني؟ رحنا على المستشفى، رفضوا يعالجوني، قال الحرق كثير صعب. رفضوا يعالجوكي؟ ايه، الحرق كثير صعب. لازم كنت انت عمرك 3 سنين تجي لهون اذا رفضوا. اذا رفضوا يعالجوكي. ايه، قال انه مفروض انه اطفاء جاي يقشرني، بيطلع جلد جديد لانه كذا طبقه مش طبقه واحده. طب انا اول مره بسمع انه يعني شخص بمهمه الاطفاء اللي هي مهمه كثير ساميه. رحت على يعمل عمل طبيب. ايه، رحت على المستشفى، صاروا يقشروا لي بملقط حواجب جلد، وقالوا لها انه لا، قالوا لها للماما وقتها لا، افضل تاخذيها على الاطفائيه. طيب، شو اللي صار بعد 22 سنه لفكرتي تقصدي حكيم تجميل؟ ليه اخرتي هالقد اول شيء؟ ماديا. اوكي، طب رحتي عند الدكتور، شو صار؟ انا رحت عند كذا حكيم جلد، كانوا كلهم يقولوا لي انه بدك زرع جلد وما بتزبط بلبنان، انه بتزبط برات لبنان. هن اجمعوا على هذا الموضوع. كم طبيب عم تحكي عن زرتي؟ ثلاث حكمة قالوا نفس الراي. ايه، رحت عند الرابع اللي هو حكيوا لي عنه انه بيزرع خلايا، بياخذ منك خلايا من جسمك بيزرعوا بالحرق. بس لا يزرعوا بالحرق بصير الحرق يتجدد، واعطاني 80% نتيجه. يعني انا دكتور اجى كذا حكيم ما عطيني ولا نتيجه الا برا انه بزرع جلد. الحكيم الرابع اعطاك 80%؟ 80%. هذا شيء كثير اجى. من 75 ل 80% بترفضي؟ هو قال لك هالحكي؟ اكيد قال لك بعطيك 80%. 80%. شو صار بعدين؟ على قد ايه وقت كفيتي عليه؟ انا قلت له ما بدي 80%. انا بدي 50 40% قبلاني فيه. طب بناء على اي طبيعه علاج؟ زرع خلايا. اوكي، وهيدي بدها مراحل. ايه. اوكي، شو اللي صار؟ 6 عمليات كنا متفقين، ما قبل يبلش لي لأبد المبلغ اللي هو حدده. اللي هو قد ايه؟ حدد 5000 دولار. اوكي. قبض منهم 4500 دولار. اوكي، بلش العلاج. وبلش العلاج، ايه، ما كان يقبل الا لما قبضهم كاش. أوكي. على اساس انه بس بلش ليزر لازم يكون ال 500 دولار الباقيين معه. قلت له انا اوكي. بلشت عنده. هو طبيب اللي رحت لعنده، مش إيه دكتور. هو محمد فايد. اوكي. اسمه محمد فايد دكتور. طيب. عنده كلينيك بيعمل عمليات هونيك كورنيش المزرعه فوق مازن. طب قولي لي شو صار؟ اللي صار انه انا رحت لعنده، بلشنا اول عمليه، انه كحكيم انه انا فايته لعنده تعمل عمليات. كاول عمليه اخذ مني خلايا من كل جسمي واخذ دهن حسب ما هو قال. انا ظهرت من العمليه عادي نفس اليوم عنده بالعياده، كانت العمليه نفس اليوم، فللني. اجت اختي اخذتني. كيف كانت النتيجه؟ كيف كانت النتيجه بعد اول عمليه؟ نتيجه اول عمليه كانت اخذ خلايا مش زرع. نعم. لما اخذ لي الخلايا قال حطهم بالبرادات بالجامعه الامريكانيه. اوكي. على اساس بعد شهر مفروض نعمل ثاني عمليه، بس انا اول عمليه ورمت كثير. اوكي. نفخت كثير. قال لك انه هذا الشيء يعني ممكن يصير قبل؟ لا، ما قال لي لهالدرجه. أوكي. ما حطني ابدا بالصوره. هو قال لي ثاني يوم بتنزلي على الشغل عادي. اوكي. انا بقيت تقريبا ب 20 يوم كثير مورمه. من وقتها لاحظتي انه في غلط معين ولا لا؟ ولا إيه؟ عملتي عمليه؟ لا، لاحظت. قال لي شيء طبيعي، انا اخذ لك اشياء من جسمك. فلازم تورمي هالتوريم. بس انا اللي بلشت انه
حس انه في شيء غلط كبير، انه انا 5 ايام بعد العمليه بدق له انا واهلاتي ما يرد علينا. قال هو ما عنده شيء اسمه حالات طارئه لا بالنهار ولا بالليل. تاني عمليه عملت موعد كلاسيكي عادي. ايه تاني عمليه عمل لك اياها، تاني عمليه عمل لي اياها زرع لي خلايا، كمان كنت بدق له ما يرد علي ابدا، يقول لي انا ما عندي حالات. رحت عليه مره ثانيه لعنده، لانه مصرياتي عنده، لانه أوكي. الخلايا اللي شالوا مني موجودين عنده. بتقولي يعني انه تعرضت لاهانات منه؟ تعرضت انا مش بعد ثالث عمليه قال لي بدنا نكوي ليزر. اعطيني باختصار على لانه وقتنا انتهى. عملني مختله عقليا، بيشفق علي، مريضه نفسيا كثير، ومفروض ان يعني انه روح عند حكيم نفسي. تقدمتي بشكوى ل اكيد انا الأطباء. انا الاستاذ وائل الشريف محاميه هلا جاري، رفعت دعوه. ايه جاري بالدعوه. بس شو وضعك الصحي هلا؟ جسمك كيف شكله؟ محل مثل ما هو، مش زياده اكثر يعني. زاد التاشات اللي هو عمل لي اياهم بعد الليزر، وهو ما كان بيعرف، هو عم يشتغل بالليزر ومنه عارف انه حتى الليزر انه يعني يشغلها. اكثر تشوها انت هلا؟ ايه في تاشات كبيره. طيب كمان كان يعني راجعتي قال لك انه هيدي مراحل ورح تزبط ولا كمان؟ هاني وتعبني. اوكي. وقال ما بقى بده يكفي لي علاجي، لاني عم اقول له انه انا كثير مأذيه منك، انه شف لي حل. طيب يا ريت كانوا عنا الاطباء كنا شفنا كمان ردودهم لنقدر ناخذ وجهات النظر المختلفه ونشوف اذا طبيعه العلاج هيك او فعلا في خطا طبي كبير. وبتامل اذا في خطا طبي انا رحت عند حكيم انه يقدر على الاقل. انا رحت عند حكيم دكتور سعد، انا رحت لعنده وقال لك انه في خطا على الحرق. قال لي هيدا الحكيم عم يعذبك، احتالي عليكي ونصب عليكي وعم يعذبك. طيب خلينا نشوف على كل حال، على امل انه على قد على قليل ينردوا مصرياتك وتشوفي علاج اخر.